اواتين الطبخة موضبة والحشوة محضرة والمجلى ما في الوتكة والركنة، لا نهدورة ولا دردورة. معناته هلا صار فيني اطبخ. الطبخ نفس، ايه والله نفس ولحتى تكون الوحدة نفسها بالطبخ طيب وراكز، لازم يكون كل شي حواليها بالمطبخ متقن وراكز. عم تسمعيني؟ عم اسمعي عم تتعلمي؟ عم اتعلم واصحك تصدقي انه الطبخة ممكن تطلع راكزة اذا كان المطبخ معجوق والمجلى عايم والغاز وسخ. هوني شوفت عينك كله نظيف الطبخ بده هداوة، بده رواقة، مشان هيك قالوا كترة الايدين حرقت الطبخة. فهمت عليكي، إذا اعتزتي شي نادي